لا شيء يفوق سحر البدايات. فمنذ ظهور بواكير أعماله التلفزيونية كالمشربية وأبواب المدينة، على نجم أسامة أنور عكاشة ولمع بوصفه كاتب الدراما الأول في مصر، بعدما نجح في أن يمد جسراً يصل بين عالمي الرواية ودراما التلفزيون، وبدا أن الوقت وحده يحول بين السيناريست الفذ وصحائف إبداع غير مسبوق. مع تحقق قدر كبير جدا من النجومية، ابتدت المعركة تروح إلى الإنتاج، إنه يبقى عنده شروط، عنده طريقة. فابتدينا نشوف تتر لأول مرة أسامة أنور عكاشة في رواية تلفزيونية، أو أسامة أنور عكاشة ومحمد فاضل ليقدمان. هنا اتحول الكاتب إلى بطل. أسامة أنور عكاشة ومحمد فاضل يقدمان روايتهما الجديدة الراية البيضاء. أصبح نجم زيه زي المخرج زي الممثل النجم كمان، بحيث إن هو لما يتعرف اسمه أول حاجة الناس تبقى مهتمة إنها تشوف أكتر، يمكن ما هي مهتمة النجم أو النجمة اللي هما أبطال المسلسل. كتابات أسامة كانت رمانة الميزان، هي مقياس النجاح. كلمة أسامة أنور عكاشة كانت جاذبة للجمهور، وفي معادلة ثقة، يعني هذا الرجل احنا بنثق في الدراما التي يقدمها، بنثق في قلمه، بنثق في آرائه، بنثق في فكره. نقول فيلم يوسف شاهين رواية نجيب محفوظ. فبعد نجاح الأستاذ أسامة اللي عمل والتاني والتالت والرابع والخامس، حقق نجومية هو يستحقها. وزي ما بنقول في النقد انه التترات هي عتبة الدخول للنص التلفزيوني او النص الأدبي في حالات العناوين. العتبة دي أسامة كان هو اللي بيتخطاها دايما وبيقودها، لانه كان عارف ان الاكثر تأثيرا في السوق التلفزيوني.